الكلمة للصين. شكرا سيدي أو سيدتي الرئيسة، أشكر المنسق الخاص السيد ملادينوف على إحاطته. نحن نتابع عن كثب التوترات في فلسطين ونعرب عن انشغالنا إزاء تصاعد النزاع في قطاع غزة، ونأمل أن الفاعلين الأساسيين في إسرائيل وفلسطين أن يتحلوا بضبط النفس وأن يمتنعوا عن التدابير العسكرية وأن يتخذوا الإجراءات المناسبة للتخفيف من التوتر والعنف، لطالما دعونا إلى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية، ونحن ندين كل عنف يؤدي إلى تفاقم الوضع ويؤدي إلى استهداف المدنيين. مجلس الأمن والأطراف المعنية يجب أن يسعوا إلى إحقاق السلام والهدوء وأن يعملوا على توفير الظروف الملائمة لاستئناف الحوار. والمبعوث الخاص للصين قد زار إسرائيل وفلسطين مؤخرا والتقى بالسيد ملادينوف المنسق الخاص، و الطرفان قد تبادلا الآراء بشأن القضية الفلسطينية، خاصة فيما يخص الوضع الحالي في قطاع غزة، وقد دعوا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العملية في الشرق الأوسط.